في إطار أشغال الملتقى الوطني حول إفريقيا في فكر وممارسة جلالة الملك محمد السادس المنظم بالعيون بمناسبة تخليد الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة في كلمة تلتها نيابة عنه السيدة لمياء الراضي، أكد أن السياسة الخارجية للمغرب وفي إطار التعاون جنوب جنوب تسعى إلى توطيد الوحدة الإفريقية وتعزيزها انسجاماً مع دور المغرب التاريخي في بناء الصرح الإفريقي. الملتقى المنظم بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعدد من الشركاء يهدف إلى تحليل مسارات الدبلوماسية المغربية تجاه إفريقيا التي مرت بدينامية قوية في عهد جلالة الملك. وهاد التظاهرة بحق تستقطب العديد من الفعاليات، فعاليات علمية أكاديمية وكذلك دبلوماسية بتواجد سفراء قناصلة عامين، قناصلة إضافة إلى أكاديميين. الملتقى شكل أيضا فضاء للنقاش والحوار بين الفاعلين في مختلف المجالات وفرصة لإبراز مدى حضور إفريقيا في فكر وممارسة جلالة الملك محمد السادس. هذا الملتقى يشكل فضاء للحوار وإبراز الدور الذي يطلع به المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس فكرا وعملا وممارسة من أجل النهوض بالقارة الإفريقية وجعلها تعيش في سلم وازدهار وحرية وكرامة وتضامن. الملتقى الذي عرف مشاركة ثلة من الخبراء والأساتذة الجامعيين والطلبة والدبلوماسيين من إفريقيا جنوب الصحراء كان مناسبة لإبراز دور الدبلوماسية في تمتين وتقوية العلاقات المغربية الإفريقية والكشف عن بعدها التاريخي والروحي.